ونروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة الأقصر، واللي لأول مرة هينفذ فيها مشروع عربات الطعام المتنقلة، هينفذ في المنطقة المعروفة باسم شارع مصر أو الجولي فيل، وده علشان يعملوا نوع كده من الدعم للشباب، تقدر انها تعمل مشاريع لعربات الأغذية المتنقلة، وكمان يعني تعمل كده في نفس الوقت تنفيذ للمشروع بشكل بيعكس المظهر الحضاري لمحافظة الأقصر. طبعا وهي محافظة سياحية من الدرجة الأولى. احنا دلوقتي معانا على التليفون اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر. مساء صباح الخير على حضرتك يا فندم، وعايزين نعرف منك يعني التفاصيل بتاعة عربات الطعام المتنقلة، ويعني هل تم اختيار أنواع الأطعمة اللي هتقدم؟ هل هي أطعمة مصرية؟ هل هي أطعمة خاصة بمحافظة الأقصر والفلكلور هناك؟ لو تقولنا كده تفاصيل هذه العربات. صباح الخير يا فندم، صباح الخير أستاذ محمد والأستاذ هدير. أهلا بحضرتك. صباح الخير على أهالينا في محافظة الأقصر ومدينة الأقصر بالخاصة. احنا طبعا فور صدور القانون رقم 92 لسنة 2018، القانون ده خاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. الهدف من المشروع طبعا تشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين. وفور صدور اللائحة التنفيذية للقانون كانت تعليمات وتوجيهات سيادة المحافظ الأقصر معالي المستشار محافظ مصطفى ألهم إننا نعمل حاجة على قرار شارع مصر. وبالفعل فعلا احنا اتقدمت أول عربة لينا. الشارع اللي هو موجود فيه العربه دلوقتي، هو الشارع ده كان مجرى مائي محدود، وبالتنسيق مع الري عندنا في المحافظه غطينا الترعه ديت ووسعنا الطريق عشان يكون طريق سياحي، لان الطريق ده بيعبر بالافواج السياحيه من الشرق للغرب، وتم رصفه وتزويده بالاعمده والاناره وتشجيره. واحنا اخترنا المكان ده، سيادة المحافظ قعد معانا واحنا عاوزين نختار مكان على يكون شبيه بشارع مصر. لعدة أسباب اخترنا المكان ده، لعدة أسباب وعدة اعتبارات، إنه يكون بعيد عن وسط المدينة عشان ما يكونش فيه تكدس مروري وما يكونش فيه إعاقة للحركة المرورية. عظيم. وإنه يكون مشروع متكامل، يعني العربة بتاع الطعام اللي بتقدم مأكولات مصرية غير اللي بتقدم مأكولات أجنبية، غير اللي بتقدم مشروبات ساخنة، في ثانية بتقدم عصائر. في منطقة هتبقى مخصصة للأطفال، للعجل والباتيناج والسكيت بورد والحاجات ديت. وإن الشارع ده إن شاء الله هيكون وجهة للسايح، بحيث إن الأفواج السياحية وهي بتعبر من الشرق للغرب ممكن بتاخد وقت من الراحة بتتناول بعض الأطعمة وبعض المشروبات السريعة. عظيم جدا. وكمان ده هيكون لأهالينا في مدينة الأقصر، يعني الأسرة بتيجي بالكامل بالسيارة بتاعتها، بتقعد شوية بتاخد وقت من الراحة، الاولاد برضو بيلعبوا، بتبقى في شويه مأكولات ومشروبات. جميل ان احنا نختار مكان بالفعل سيادة اللي هو فيه حركه وفيه رواج عشان بالفعل نضمن استمراريه هذه المشاريع. احنا كان عندنا مشكله، ومشكله كبيره جدا يا سيادة اللي هو، هي العربيات، عربيات الطعام المتنقله دي. كان شباب كتير، ده طبعا مشروع صغير وراس ماله بسيط، فكان شباب كتير بيتجهوا لهذا المشروع، لكن كان على الجانب الاخر كنا بنلاقي فيه ضوابط وفي قيود للموضوع، والاحياء كانت بتنزل تشيل لهم العربيات. لكن احنا دلوقتي بقى عندنا الحمد لله قانون، والموضوع بيتم في اطار قانوني، فدي حاجه مهمه جدا. طيب بالنسبه للشروط اللي تم وضعها للمقبلين على فتح مشروعات زي دي، ايه هي؟ الشروط التقدم للرخصه ان هو بيتقدم بس بصوره بطاقه الرقم القومي، ومعاه صحيفه الحاله الجنائيه بتكون حديثه، وشهاده تاديه الخدمه العسكريه او الاعفاء منها للذكور او الاناث، بتبقى شهاده تاديه الخدمه العامه او الاعفاء منها للاناث، وبتبقى في شهاده معتمده، لان العربه لما بتتعمل لازم الهيئه العامه، الهيئه القوميه لفرامه الغذاء بتبص عليها وتشوفها هل هي استفاقة للشروط والمواصفات الفنيه اللازمه يعني، ومعاه شهاده صحيه. هو ده الورقه اللي بيقدمه. احنا بنجينا في مكتب المدينه بيقدم لنا الورقه ده، احنا بنبعت بجواب للهيئه القوميه لفرامه الغذاء، بتبص على العرضيه وبتديله جواب بالموافقه خلال ثلاث ايام على طول. احنا دي توجيهات بنستنى على خلال ثلاث ايام بيكون طلع له الرخصه على طول، ما بنستناش على طول. يعني موضوع ملوش علاقة بأعمار مثلا معينة، دراسة معينة، مفيش شروط خاصة بالدراسة أو بالأعمار. وعايز أسأل حضرتك كمان العربيات المستهدفة، يعني هل احنا يعني وصلنا لكم طلب؟ عندنا رقم معين من العربيات عايزين نوصل له، ولا الموضوع على حسب الطلبات المقدمة؟
لا احنا الشارع ده ان شاء الله هيبقى المخطط له من 10 ل 15 عرضه. عظيم. تمام؟ بانواع مختلفه من الاطعمه بحيث ان هو يكون مشروع متكامل. وكمان احنا اول رخصه اتقدمت وخلاص شغلناها، احنا عندنا دلوقتي تحت الدراسه 5 طلبات متقدمه شغالين فيها خلاص، يعني احنا خلال اسبوع. الطلب بيترد عليه بعد قد ايه؟ خلال اسبوع بيترد عليه؟ لا خلال اسبوعين، خلال يومين. احنا على طول بيقدم لمركز التكنولوجي الطلب، خلال يومين بيكون بيترد عليه، والاجراءات على طول ما بتاخدش وقت. واللي عليها. عايز اصلا يقدم الطلب بيعمل ايه؟ بيروح فين؟ بيطلع المركز التكنولوجي في مكتب مدينه الاقصر. عظيم. بيقدم الطلب بتاعه. مده الرخصه للعربيه ديت بتبقى 3 سنوات قابله للتجديد. مقابل رسم 5000 جنيه في السنه بالكامل. تمام؟ طيب. سيادة اللواء، حاجة عايز أسأل حضرتك عنها، إحنا عايزين نحافظ على المظهر الجمالي للمدينة بشكل عام، فبالتالي طبعا. مش عايزين شكل العربيات حتى يكون مختلف أو في ألوان مزعجة للعين، يعني إحنا برضو بنحافظ على شكل المدينة، دي مدينة سياحية. إحنا عندنا حاجة اسمها الهوية البصرية لمدينة الأقصر، كلها لون واحد وكلها صمبة واحدة وكلها علامة واحدة، هو ده إحنا ماشيين بحيث إن يبقى كل العربيات كلها بمظهر واحد وبشكل واحد، بحيث ان هي تدي راحه للعين وتدي راحه للرؤيه، بتبقى شكلها كويس ما تبقاش فيها اي ازعاج. تمام. هيكون في رقابه طيب يا فندم على هذه العربات؟ طبعا في تفتيش دوري من عندنا من المدينه ومن الهيئه القوميه لسلامه الغذاء ومن الطب البيطري والشؤون الصحيه، بحيث نشوف الاطعمه اللي بتتقدم وانواعها والحاله الصحيه بتاعتها وتخزينها وتبريدها وكل الحاجات دي كلها موجوده طبعا، وشروط اللي بيبقى في قائمه بالغذاء بتبقى موجوده، وشهادات صحيه لكل اللي شغالين في هذا المكان. طيب سياده اللواء، كنت سالت حضرتك عن نوعيه الاطعمه المقدمه في هذه العربات، وهل احنا بما اننا بنتكلم ان الاقصر محافظه يعني سياحيه، ولما بنسافر بره بيبقى جزء كبير من الثقافه ويعني جزء كبير من الاكسبوجر اللي الناس بتشوفه وبتبقى عايزه تتعرض له في البلد هو الاكل، فهل احنا بنستهدف مثلا اكلات معينه من الاقصر، اكلات معينه مصريه نقدمها للسياح؟ احنا طلبنا من اهالينا هنا في الاقصر ان يبقى في انواع متكامله من الاطعمه، يعني اطعمه شرقيه واطعمه فعلا بتاعت هنا مدينتنا في الاقصر اللي هي بتتميز بها الاقصر، بخلاف الاطعمه اللي هي الاجنبيه برضو ان السايح برضو بيتعود عليها وشايفها في بلده. هيبقى مشروع متكامل ان شاء الله، مش هيبقى فيه تكرار للنشاط واحد. هو ده مهم، انه ما تفتحش كذا عربه بنفس تقدم نفس الاطعمه، لانه ده يخلي الناس اصلا يعني تقفل على بعض شويه. ايوه طبعا. لا هو هيبقى النشاط هيبقى نشاط متكامل. نشاط بيختلف عن نشاط، مش هيبقى فيه نشاط متكرر. بحيث ان اللي هيقعد وياخد وقت من الراحه يستريح، يجيب اسرته بيركن بالعربيه بتاعته وبيقعد هو واولاده، بياكل تيك اواي سريع، بيشرب حاجه سخنه، بيشرب حاجه ساقعه، اولاده معاهم العجل بتاعهم يبتدي يمارسوا الرياضه بتاعتهم، بيبقى مكان ترفيه ومكان واجهه، وفي نفس الوقت المكان ده هو ده اللي بيعبر من الشرق للغرب، يعني كله ده ابواب سياحيه بالكامل. ولازم يكون منظره منظر سياحي يروق بالمكان وبيعبر عن المكان وبيعكس الحضاره بتاعت المكان. ده عظيم. احنا خلاص قبلنا في شاب تقدم للحصول على عربه وقبلنا الطلب بتاعه، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ مجرد ان هو بيقدم الطلب وبنقدمه للجهات المعنيه خلال اسبوع بيجي لنا، بنشوف العربه وبنوافق عليها خلاص بنبتدي. هو اللي بيجيب العربيه مش حضراتكم؟ لا هو اللي بيجيبها. هو اللي يجيبها. وطبعا احنا عندنا صندوق الاجتماعي برضه ممكن بيدوا له قروض، يعني في تيسيرات جامده جدا للشباب، يعني ممكن ياخد الجواب مني ويطلع الصندوق الاجتماعي يدوا له قرض. تمام. يبتدي هو يشتغل ويعمل العربيه بتاعته ونبص عليها ونوافق له عليها طبقا للاشتراطات اللازمه، وبنحدد له المكان بحيث ان العربيات ما تبقاش جنب بعضها، لازم يكون في مساحه بين العربيه والثانيه عشان المساحه وعشان الحركه وما يبقاش في اي مشاكل بين الايه اللي بيتحركوا. طب سياده اللواء، عشان مساله القرض دي مهمه، لانه هنا في نوع كبير من الحوافز للشباب انهم يبتدوا المشروع، بمجرد ما بياخد الورقه من حضرتك بيروح للبنك ويقدر انه يحصل على هذا القرض على طول؟ والصندوق الاجتماعي بيساعد على كده، ورقه الموافقه بس يروح للصندوق الاجتماعي، مجرد انه بياخد مني جواب بنقول له ان ده جاري في استخراج الرخصه بيديله على طول. ما قيمه القرض قد ايه يا فندم؟
لا، قيمه القرض بتتوقف على اللي هو المده اللي هيبتدي يشتغل فيها، حسب المبلغ وحسب التقسيط وكده، بس هو يعني تاشيرات جامده جدا بخصوص الموضوع ده يعني. عظيم يا فندم، كل الشكر ليك سياده اللواء علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر. مشروع مهم زي ما كنت بقول لحضراتكم. احنا كان دايما عندنا مشكله في الناس، الشباب اللي عايزين يعملوا مشاريع بعربيات الاطعمه والمشروبات وخلافه، ان هم كانوا بيروحوا يختاروا اماكن، فبيعملوا ازدحام مروري، فبلاغات، فالحي بينزل، فبيشيل العربيه، فالشباب بيتضايقوا بيزعلوا، لان هم عايزين يشقوا طريقهم وعايزين يبقى ليهم مصدر دخل. فدي كانت مشكله، ومشكله كبيره جدا، لكن انه يتم اصدار قانون ويتم حل هذا الامر، فاحنا كده بنشجع الشباب. وزي ما سمعنا وتابعنا من سياده اللواء ان احنا عندنا قروض كمان، مش مساله ان هو بس جايب عربيته خلاص، لا، لو انت مش قادر تجيب العربيه في قروض ميسره بتقدم ليك بمجرد الموافقه عليك، وطبعا بعد ما تقدم بورقك اللي هو زي ما سمعنا برضو حاجات بسيطه جدا، شهاده صحيه وشهاده الجيش وصوره البطاقه والحاجات البسيطه دي كلها، بعد ما بيتم قبولك بتتوجه على طول للبنك للحصول على هذا القرض، برضو بتيسيرات كمان في عمليه السداد. وكل ده عفوا الغرض منه والهدف منه هو تشجيع الشباب. صحيح. على ويمكن بنلاقي معظم يا شاذلي المقبلين على النوعيه دي من المشروعات شباب صغير لسه متخرج، والحقيقه الواحد بيبقى فرحان بيهم ومبسوط بيهم وموجودين وبيعملوا مشروعات ليهم، وكلهم كده شغف وامل اللي بيعملوه. فمساله انه الدوله تهتم بده ويتعمل بطريقه قانونيه علشان ما يتعبوش في المكان وبعد كده المكان يتشال لانه غير قانوني. ويمكن انا بشوف من انجح الشكل ده للمشاريع موجود شارع في شيراتون في كل انواع الاطعمه تقريبا المصريه والدوليه، يعني شباب هناك زي الورد الحقيقه، بتلاقيه واقف هو وباباه او هو ومامته هو واخته وعاملين مشروع تحب تروح وتاكل من ايديهم وتشجعهم. فمساله ان الدوله تهتم بهذا ويتم فيه اطار قانوني طبعا بيشجع الشباب انهم يبتدوا هذه المشاريع اللي بكل تاكيد ممكن تكون بدايه خير كتير في اول حياتهم، حتى لو ما اشتغلش بعد كده في هذا المجال، لكن بيقدر يقف على رجليه، بيفهم يعني ايه شغل، بيفهم يعني ايه سوق العمل، بيقدر يتعامل مع الناس، بيشوف يعني جزء كبير من الحياه اللي ما كانش شايفها اثناء يعني دراسته في الكليه. بكل تاكيد.